السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على السيرفس اريا وازاي نجيبه عن طريق التكامل. فلو قال لي ان السؤال مثلا اهو find the area of the surface generated by revolving the curve. اوكي الكيرف ده بيدور حول الاكس اكسس، يبقى ده القانون بتاعه. السيرفس اريا بتساوي 2 باي من a ل b الواي اوف تي اوكي تكامل جذر تربيعي dx over dt square plus dy over dt square. ليه انا قلت الكلام ده؟ لان ال x هي function في ال t وال y هي كمان function في ال t، ف surface area الدالة دي هو عبارة عن الشكل ده بالنسبة ل dt. فالفكرة ان انا هخلي الدالة كلها بالنسبة ل dt واحل المعادلة بالنسبة ل dt بدل x dx و dy او ال dt. تمام. طيب تعال نملى كده البيانات. surface area بتساوي dx على dt square، يعني تفاضل ال x بالنسبة لل t مربع. طيب يبقى dx بالنسبة لل dt هتساوي ايه؟ هتساوي 2 t. بص كده، مش ال x بتساوي t square، نزل الباور، يعني الخطوات اهي، نزل الباور واطرح من الباور واحد، 2 ناقص 1، ما دي دي سكوير. هنزل الباور، نزل 2 واطرح منها 1، هتساوي 2 تي. تمام. افاضل الواي هتساوي فين الواي؟ ادي الواي، الواي ده اللي في تي، افاضلها بالنسبة للتي، يبقى واي ايكوال تو تي، يبقى الواي بتساوي 2 تي. واحد ما تي أس واحد، أطرح منها واحد، يعني 2 في تي أس زيرو، تي أس زيرو يعني 2، يعني دي تعتبر دي كده بواحد. 2 في 1 بكام؟ ب2. طيب أنا كل عايز أوصله، أنا أوصل للصورة دي، ربع الشكل ده يبقى 2 تي اللي هو دي إكس أوفر دي تي، أربعها سكوير هتساوي 4 تي سكوير. وربع الناتج التاني اللي هو دي واي على دي تي، انا عايزها سكوير، يبقى هتساوي 2 سكوير هتساوي 4. يبقى انا كده وصلت للشكل ده اهو. وعند الواي اف تي بتساوي كام؟ الواي اف تي، الواي فانكشن اف تي بتساوي 2 تي، يعني واي اف تي دي بتساوي 2 تي. بقى انا عندي الدي اكس اوفر دي تي سكوير، وعندي دي واي على دي تي سكوير، وعندي الواي اف تي. نعرف نحط الكلام ده في صورة نعوض. طب في سؤال، حدود التكامل كام؟ اديها له التي من 1 لـ4، يبقى دي بواحد ودي بأربعة. تعال نحطها نكمل على الشكل التاني. فعلا عملنا اهو، هادي كلها مع بعض. تمام. الفكرة بقى تعمل تكامل ازاي براحتك. عايز تستخدم السبستيتيوشن، انتجر سبستيتيوشن انك تقول ان دي يو وتحطها تحت الجذر وتفاضل وتقول اليو وتعمل بقى substitution، او انك تحلها بالاختصار عن طريق الجبر. فنحلها ازاي؟ تمام. ادي حدود ال t من 1 لـ4، 2 باي من تكامل 1 لـ4 ال y في t جذر التربيع دي x على dt square plus dy على dt square. كل ده احنا وصلنا لغاية المعادلة دي، يعني احنا الحل اللي فات ده كان لغاية المعادلة دي. السؤال هنا بقى، انا عايز احلها بالجبر، فانا بقول ايه؟ يمكن توزيع الجذور في عمليه الضرب او القسمه، ولا يمكن توزيع الجذور في عمليه الجمع والطرح. فاذا لو انا قدرت ان احول اللي تحت الجذر ده لدالتين مضروبين في بعض او لرقم مضروب في داله، اقدر اوزع الجذر على الاثنين، صح كده؟ صح. فلو انا خدت الاربعه هنا من هنا عمل مشترك وحطيته هنا، هيبقى ايه؟ تي سكوير زائد 1. ليه؟ لان خاصيه التوزيع بتقول ايه؟ لان لو انا خدت عامل مشترك اقدر اقول الواي الاربعه في التي سكوير وزعها جوه يطلع نفس الشكل اللي بره، 4 تي سكوير زائد 4 في 1 بـ4، يبقى نفس الشكل، ما غيرتش حاجه. تمام. انا كده اخدت ايه؟ خليت الاربعه لوحدها والكوس بتاع تي سكوير زائد 1 لوحده، كده اكنهم مضروبين في بعض. تمام. فأقدر استخدم عملية التوزيع
الجذر ان انا اخد في المعادله دي اهي نفس ده، انا ما غيرتش حاجه، اخدت الجذر مره على 4 بعد كده مره على الايه تي سكوير زائد 1، في مشكله؟ خاصية التوزيع، اخدته مره على 4 ومره على ايه تي سكوير زائد 1، بعدين جذر 4 ب 2 والجذر ده زي ما هو مفيش مشكله، 2 في 2 ب 4 تي، تمام. طيب ما هو جذر، يعني الجذر بيساوي نص، فانا شلت الجذر ده وخليته ايه نص عشان بس اسهل عملية الحساب، وكل ده بالنسبة للدي تي. ماشي، دلوقتي السؤال انا عايز استخدم الخاصية دي، ايه الخاصية اللي بتقول لي؟ بتقول لي لو في دالة مرفوعة الباور او الاس، اي اس بقى 1 2 3 اي حاجة، مضروب في تفاضل ما بداخل قوس، اعمل ايه؟ بزود على اس 1 وارفع وانزل اس جديد. يعني مثلا لو عندي تكامل دالة اسمها مثلا اكس زائد 2 اس مثلا 2 اس نص بالنسبة للدي اكس، عايز اكملها بالنسبة للدي اكس، هعرف اكملها؟ لا معرفش. طب لو اتيت بره، لا هي مرفوعة خلاص، هي مرفوعة الباور 1 يعني. اوكي طيب، عشان تكمل الدالة دي، دي سميها اف اوف اكس، جيب التفاضل بتاعها الاول، تفاضل الدالة دي هو ايه؟ 1 زائد 0. سيبك من الباور دلوقتي، انا بتكلم على القوس، تفاضل ما بداخل القوس هو تفاضل اكس ب1 وتفاضل الاتنين بصفر، يبقى تفاضل ما بداخل القوس هو 1، فانا اعتبرت ان في 1 بره، يبقى اعرف اكمل الدالة عادي، ازود اس 1 واقسم اس جديد، تمام. نديها مثال اسهل من ده شوية، طبعا في الحساب يعني الواحد في الضربة ما بنكتبوش يعني، او في القسمة برضه، لكن في العمليات الحسابية انت بتاخده في الاعتبار لكنه موجود بس ما بتكتبوش. طيب ايه رأيك ما نخليها اكس تربيع عشان اوضح اكتر، دي اف اوف اكس. طيب ما هو تفاضل ما بداخل القوس؟ بنزل الاتنين اللي هو اس بتاع الاكس وافتح من الاتنين 1، يبقى 2 ناقص 1 يعني بيساوي 2 اكس. طيب هل اللي بره ده 2 اكس؟ لا. طب لو كان في 2 اكس مش ينفع ازود على اس هنا 1 واقسم اس جديد، يبقى القاعدة شغالة، تمام. دي يعني تقريبا اول قانون في التكامل يعني على ما اعتقد. تعال بقى نطبق القانون ده مع بعض في هذه الحالة. فانا استخدمت الالجبريك القاعدة دي هنا، اللي انا شلت الجذر وخليته اس باور، وليكن ده مثلا ان اللي انا سميته هنا الان ده. والسؤال بقى لما انا حليت المعادلة 2 في 2 2 في 2 تي ب 4 تي، سؤال هل 4، هل 4 دي 4 تي، هل هي تفاضل ما بداخل القوس؟ طب ما نجيب تفاضل ما بداخل القوس، ادي القوس اللي عندي موجود هو تي سكوير زائد 1، ده القوس ما بداخل القوس، ماليش دعوه بالباور دلوقتي، التفاضل بتاعه ايه؟ 2 تي. هل دي 2 تي؟ لا. طب انا عايز 2 تي اعمل ايه؟ اقسم على الاتنين، ولو قسمت الاربعه دي على الاتنين هتبقى 2 تي. طيب ملحوظه، اللي تزوده داخل التكامل لازم تشيله بره التكامل، انت بتعمل عمليه توازن ما بين دخل وخارج، او ما بين ما بداخل التكامل وخارج التكامل، فانت لو قسمت الاربعه دي على 2 يبقى تضرب بره التكامل في 2، تمام. تمام، قسمت الاربعه على 2 بقت 2 تي، وضربت اللي بره في ايه؟ في 2، يبقى انا قسمت على 2 هنا جوه التكامل وضربت بره في 2، ونفس الفكرة لو ضربت في التكامل جوه 2 تقسم بره على 2. اوكي، بقت شكل التكامل بسيط خالص، ادي الدالة بتاعتي ال اف اوف تي ريفر يعني تي بتاعتي، وادي التفاضل بتاعها، تفاضل ما بداخل القوس اللي هو ال 2 تي، زود على اس 1 واقسم على اس الجديد، يعني مفيش اي مشكلة في الدالة دي، تمام. وصلنا لشكل الدالة اللي هو 4 باي من 1 الى 4 2 تي تي سكوير زائد 1 اس باور نص،
كده بقت الدالة مائة بداخل القوس، الدالة مضروبة في تفاضل مائة بداخل القوس، أقدر أكملها وأنا أزود على أس واحد وأقسم على أس جديد وأعوض بحدود التكامل، فيبقى 4 باي. خلاص أنا مش محتاج بقى الاتنين دي دي، اتنين تي دي يعتبر وزن المعادلة. يبقى تي سكوير زائد واحد نص زائد واحد على نص زائد واحد. في مشكلة؟ والكلام ده عوض حدود التكامل من واحد لأربعة في التي فقط. تمام، يعني زودت على أس واحد وقسمت على الأس الجديد، عوض حدود التكامل من أربعة من واحد لأربعة، هتبقى 4 باي أقواس. دي مهمة جدا لأن ممكن تتلخبط وتضرب الورقة دي في واحد في ترم واحد بس وتنسى التاني. تمام، نص طبعا زائد واحد هي 3 على 2 على 3 على 2. كده لسه برضو ما عوضتش من 1 لـ4. طيب هيساوي 4 باي مضروبة في القوس ما قام المقام بسط، فتلاتة على 2 تطلع فوق تبقى 2 على 3، تلا زي ما هي تي سكوير بلس 1 كل أس 3 على 2، وهعوض من 1 لـ4. طب مش ده ثابت، طب مطلعه بره التكامل أو بره القوس ده، يعني يبقى 4 باي مضروب في 2 على 3، والقوس بتاعنا زي ما هو تي سكوير زائد واحد كل سبعة 3 على 2، حدود التكامل بتاعتي من 1 لـ4. تمام، 2 في 4 باي بـ8 باي. اوكي، على 3 مضروبة فيه، هعوض مرة بالـ4، هشيل كل تي وأعوض مرة بـ4، ناقص أشيل كل تي وأعوض مكانها بواحد. طب ما نعمل الكلام ده، هاي تي سكوير تبقى 4 سكوير زائد واحد 3 على 2، والباقي كله زي ما هو، أشيل بس تي وأعوض مكانها، ناقص واحد ناقص أعوض باللي تحت اللي هو الواحد، 1 سكوير يبقى 1 سكوير زائد واحد، والباقي الحاجات زي ما هي بقت بالشكل ده. الملحوظة اللي هنا بقى انك لو يعني لو عايز تحلها برضو رياضيا، انك تضرب ده هنا جوه القوس الاولاني، بعد كده تضرب جوه القوس التاني، او تطلع الناتج ده وتضربه في الخارج. تمام، فدي تعتبر 8 باي على 3 مضروبة في 4 سكوير بـ16 زائد واحد 17 أس باور 3 على 2 ناقص 8 باي على 3 مضروبة في 2 أس باور 3 على 2. بس طلع الناتج ده هيطلع هو ده 563، 563 0.51. بس الأخطاء بقى اللي الناس بتقع فيها هو الآتي، هو إن هما بيحطش الأقواس دي، فبالتالي بيعمل إيه؟ بيقول 8 باي على 3 مضروبة في 4 سكوير زائد واحد كل ده 3 على 2 ناقص 2 سكوير كل 3 على 2. الغلط بقى اللي حصل هنا هو انك ما وزعتش التمانية بقى على التلاتة دي في الاتنين، توزعتها على واحدة بس، فلازم طبعا لما تحط القوس هتبقى مستوعب ان التمانية بقى على التلاتة دي هتوزع هنا وهتوزع كمان هنا زي ما عملنا فوق.
ده خطأ يعني شهير جدا قوي. بس شكرا. فهاد الاكس ده لف تي، فضلنا الاكس بالنسبة لتي وربعنا القيمة، وفضلنا الواي بالنسبة لتي وربعنا القيمة. بعد كده حطينا شكل القانون اللي هو صفر سالب بتساوي 2 باي من 1 لـ 4 واي اف تي جذر تربيع دي اكس دي تي سكوير بلس دي واي دي تي سكوير بالنسبة لدي تي. شلنا الواي اف تي وحطينا 2 تي اللي هي قيمتها اللي مديها في المسألة اللي هي واي بتساوي 2 تي. وعوضنا بالحدود اللي احنا طلعناها اللي هي الدي اكس على دي تي كل سكوير بـ4، اوكي بـ4 تي سكوير، والدي واي على دي تي كل سكوير هي بـ4 تحت الجذر. واستخدمنا عملية الجبر او ان احنا نوزع الجذر اللي هو يمكن توزيع الجذور في عملية الضرب او القسمة. في هذه الحالة هي عملية ضرب، ده مضروب في ده، فاخدت الـ4 في الاول عامل مشترك عشان اخلي الاتنين دول مضروبين في بعض واقدر اوزع الجذر عليهم، فاخدت الـ4 من المشترك اتبقى تي سكوير زائد 1. وزعت الجذر على الاتنين دول مضروبين في بعض، بقت جذر 4 في مضروبة في جذر تي سكوير زائد 1 بس. والباقي كله بقى عملية ايه؟ بعد كده جذر 4 هو 2، شلت الجذر خليته اس نص، وقلت ان استخدم قاعدة التكامل ان لو دالة مرفوعة على الباور مضروبة في تفاضل ما بداخل القوس او ما بداخل الدالة بتاعتها، الدالة دي يعني، ان انا ازود الاس 1 واقسم على الاس الجديد. فبالتالي انا شلت الجذر حطيت نص، تمام. وبعد كده قلت ايه؟ هل دي طبعا تي سكوير زائد 1 دي الدالة، دي الدالة. فقلت سألت سؤال، هل ده تفاضل الدالة؟ انا سألت عن نفس السؤال، قلت هل ده التفاضل؟ لا، ليه؟ تفاضل تي سكوير بكام؟ باتنين تي، ودي 4 تي. طب اعمل ايه؟ قسمنا على 2 ولا قسمت على جوه اضرب فيه بره، قسمت على 2 جوه اضرب في 2 بره. بعد كده بقى 2 في 2 باي بـ4 باي، والتكامل زي ما هو، بقت دالة مضروبة في تفاضلها، دالة مضروبة بتفاضل ما بداخل القوس بتاعها يعني. يبقى زود على الباور 1 واقسم على الباور الجديد.